بالأمس أو يعني بالأمس كان هذا العنوان الأربعاء الدامي. ليه الأربعاء الدامي والخاص بالبورصة الأمريكية تحديدا وول ستريت؟ لأنه كان في مشاكل كتيرة جدا حصلت، وحصلت الحقيقة خسائر كثيرة جدا زي ما أنتم عارفين. الأزمات اللي موجودة في العالم وتحديدا في أمريكا اللي عندها نسبة تضخم عالية جدا حصلت مشكلة كبيرة جدا. خلينا يعني نتابع معاكم، نقول أنه كل المعنيين بالشؤون المصرفية والبورصة وصفوا اللي أنا قلته لحضراتكم ده اللي حصل في أمريكا امبارح بهذا الاسم الأربعاء الدامي، وده كان العنوان الرئيسي على كتير من المواقع الأمريكية الخاصة طبعا بالأوراق البورصة. ليه؟ علشان البورصة في وول ستريت خسرت تقريبا ما يمثل 39 مليار دولار في نهاية تعاملاتها امبارح. طبعا ده رقم كبير جدا، عمل انخفاض عظيم جدا. التقارير كمان أشارت أنه انخفاض التضخم السنوي في شهر أغسطس جاء أعلى من التوقعات البالغة بنسبة 8.1%، وهو ما يساهم في احتمالية قيام المركزي الأمريكي مرة تانية بإقرار زيادة كبيرة في سعر الفايدة خلال اجتماعه المقبل. ده كل الحقيقة الخبراء كانوا بيتكلموا في النقطة دي. طيب تأثير ده إيه بقى على العالم، هيبقى إيه وعلى الاقتصاد العالمي؟ إحنا عارفين كل ما المركزي الأمريكي بيزود كذا نقطة بتلاقي العالم على طول هو كمان بيتحرك بنفس التحرك، وبيسبب الحقيقة مشاكل كتيرة جدا. إيه اللي هيحصل نتيجة هذا الانهيار المتواصل، واللي هيحصل في سوق الأوراق المالية الأمريكية؟ خلينا نعرف من الخبيرة المصرفية أستاذة سهير الضماتي. أستاذة سهر الضماتي، مساء الخير أستاذة سهر. أهلا بك يا فندم، زي حضرتك. يعني كلمينا عن هذا العنوان الأربعاء الدامي في وول ستريت. الحقيقة امبارح كان فعلا الأربعاء الدامي رقم خسارة رهيبة جدا. ده الحتة السؤال اللي حضرتك مركزة فيه التداعيات بتاعته، بس عشان نوصل لده، هو مبدئيا التضخم اللي هو ماشي بشكل عالي جدا، نمرة واحد. نمرة اثنين، تصريحات مستر باول اللي هو ماسك الفيدرالي الأمريكي، قال لك أنا لازم أبقى يعني متشدد أكتر في الاجتماع القادم بالنسبة للفايدة. حاجة زي كده لما بتتقال على طول، المستثمرين اللي هم موجودين في البورصات بيتوقعوا طبعا زيادة التكلفة بالنسبة للتكاليف المالية، بيتوقعوا ان ده هيعمل تباطؤ اقتصادي قوي. ومن هنا بتبص تلاقي حضرتك الناس تبتدي تاخد موقف انها تبيع الاسهم بتاعتها. يعني حضرتك استاذة سهر وحضرتك بتكلمينا، احنا شايفين الصورة، الانخفاض اللي حاصل اليوم والانخفاض واضح وملحوظ جدا يعني، اتفضلي. ده اكيد. فبالتالي ده بيبقى له تاثير. نبص بقى التداعيات على العالم. العالم طبعا حضرتك عارفه حجم التبادل التجاري ده هيبقى مبدئيا التضخم في الاسعار والكلام ده كله منعكس عليه بشكل كبير جدا، فالبضائع هتبقى غاليه. نمره اثنين، القوه الشرائيه اللي موجوده في العالم النهارده ما بقتش زي الاول بسبب الارتفاعات الفظيعه اللي حصلت قبل كده، وما زالت مستمره ويمكن بوتيره اقل. وهنا انا بحدد لحضرتك سعر النفط، وبحدد لحضرتك طبعا الغاز، وبحدد لحضرتك مدخلات الانتاج، وبحدد كمان الاسعار الخاصه بالغذاء، برغم انها نزلت شويه، ولكن ده مؤشر لان احتماليه الدخول في ركود طبعا في الفترة الجاية، فده بيؤدي إلى العصبية الشديدة اللي بتبان في البورصات. طيب أنا ده بالنسبة للعالم. بالنسبة لمصر، أنا كنت لسه هسأل حضرتك هذا السؤال، يعني ما يحدث في أمريكا والزيادة الخاصة بالفيدرالي الأمريكي وما يحدث من النقاط اللي بتزيد كل شوية، تأثيرها إيه على الأسواق الناشئة بما فيها مصر؟ تأثيرها كبير جدا، لأنها تشوفي حياتك، أولا إحنا النهاردة بنستورد التضخم، لان احنا بنستورد منتجات طبعا. منتجات لدول زي الاسعار بتاعتها، فانا لما بجيب لهذه المنتجات الاسعار عندي بتزيد. نمره واحد. نمره اثنين، انا النهارده عندي فجوه تمويليه محتاجه اني اطرح سندات في الخارج اللي كنت بطرحه بفايده واحد، النهارده بتكلم هطرحه بفايده بثلاثه ونص، فتكلفه الطرح عليا غاليه جدا وفي توقيت صعب.
بالنسبه لنا في مصر جدا طبعا. فبالتالي ده هيكون له تاثير. نمره ثلاثه، احنا شفنا راس المال بيبتدي يتحرك من خلال الصناديق اللي احنا بنسميهم الاف بي اي او المستثمرين في الاذون والسندات وخلافهم، بيتحرك لامريكا كونها اكبر اقتصاد في العالم، بتدي اعلى فايده في العالم، فبتنسحب الاموال الى الاداره الامريكيه او الاقتصاد الامريكي، بيقوى الدولار بشكل كبير. صحيح. يبتدي الذهب ينخفض، ده بيعمل عندك برضو كل ده له تاثير. طبعا. فعايزك لما تحسبي كم التداعيات اللي انا قلتها لك على الاقتصاد، لا ده بيأثر. الدول يعني لسه كنا متابعين من يومين الانخفاضات اللي بقت موجوده من قبل اليورو الاسترليني امام الدولار، يعني طبعا الاسواق كلها بقى فيها يعني ارتفاع وانخفاض يومي. حضرتك اليورو لاول مره يكسر واحد لواحد وينزل، الين في اقل مستويات، وبعدين خلي بالك لما بنتكلم على اليورو احنا بنتكلم على 30 دوله. طبعا. طبعا. دوله واحده. الاتحاد الاوروبي كله. كله الاسترليني بره الاتحاد الاوروبي دلوقتي، ولكن هو برضو العمله انخفضت امام الدولار. هو عنده مشاكل وعنده عمله منخفضه وعنده مشاكل وعنده تضخم، يعني عنده مشاكل كثيره. والتخوف طيب. الشديد. هنا سؤال أستاذة سهر برضو، ماذا يفعل بقى المركزي المصري تجاه ما يحدث؟ يعني احنا عندنا في أعتقد اجتماعات قادمة للمركزي المصري هيكون فيها أيضا يعني قرارات بالنسبة للسياسة النقدية والمالية، ماذا يفعل؟ يعني نحن سوق ناشئ وعندنا أيضا مشاكل كثيرة جدا، يعني هل هنا ممكن يكون في حلول محلية ولا هيضطر أيضا أنه يعمل بالتوازي مع ما يحدث في العالم؟ بصي حضرتك، لازم هياخد في اعتباره اللي بيحصل في العالم، واحد. نمره اثنين، لازم نحط في اعتبارنا ان المركزي هدفه الرئيسي هو استقرار الاسعار في مصر، وبالتالي التضخم في مصر هو مؤشر اساسي بالنسبه له. النهارده وصل لمستويات عاليه جدا، فبالتالي ده نتخذ في الاعتبار. ثلاثه، احنا في فتره يعني بنشهد تدريجيا انخفاض الجنيه امام الدولار. مظبوط. فانت عايزه توصلي لنقطه توازن، لان خلي بالك انت النهارده ممكن ترفعي الفايده، ولما هترفعي الفايده عشان تكبحي التضخم ولسه عندك توصلي لنقطه التوازن ما بين العرض والطلب على العمله، وبالتالي طبعا عندك مشكله اصلا عملة. لتواجد العمله طبعا. بالظبط. فانت لو حصل هيحصل تحرك وان شاء الله ما يكونش كبير، بسيط للجنيه قصاد الدولار، فده هيؤدي لتضخم تاني. فهو بيبقى في نقطه صعبه جدا. طبعا طبعا، خصوصا يعني انت تتعاملي مع العالم، يعني كلنا دايره واحده، وفي النهايه ما يحدث في امريكا يؤثر على الجميع، او يعني هي دايره واحده أكيد. خلينا نتمنى، يعني إحنا كلنا عارفين إنه هذه أزمة عالمية، وأكيد كل دولة هتحاول تشوف إيه اللي تقدر تعدي بيه قد ما تقدر طول الوقت. الخبيرة المصرفية سهر الضماطي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.